فمدري اوس راح نشتغل اليوم الكاتا اللي هي اغلبيه الواعيين اللي عندنا كعراقيين يبتعدون عن الكاتا يروحون بس على الكوميتي. طلع احنا مجتمع نحب الشغلات العنيفه وكذا وايد بسبب تاثير الحروب والامور اللي صارت. المهم فالكاتا هواي يبتعدون عنها، والكاتا هي الشغله او ركن اساسي. اكو كيهون واكو كاتا واكو كوميتي. الكاتا ليش احنا نضج من ادنى؟ انه بيها هواي حفظ يقولون، او يقولون بيها حركات ما بيها فائده، ما تطبقها بالشارع، وهذا الشيء غلط. انت ما راح تطبقها بشكل مباشر، راح تطبق المبادئ مالتها. يعني انت تنزل على اليسار وتضرب، هذا الفعل راح يصير عندك من ترجع تفتار. هذه الامور كلها راح تستفاد من عندها وين؟ من تلعب كوميتي، التحركات، النزول، الشد مال الاعصاب يصير، المرونه تصير عندك، التنفس، تشوف تضرب البوكس، هاي التركيز، كل هاي الامور، العازات العضليه والعصبيه، التركيزات، هاي كلها راح تستفاد من عندها من تبدي تقاتل. فلازم احنا نلعب كاتا. الكاتا الاولى اللي الاغلبيه يسموها الاتش الاول، هي مو الاتش الاول، اسمها تاي كيوكو سونو اتش. ماكو اتش اول. اذا اجانا خبير دولي ما شاء الله، احنا صرنا معروفين على مستوى العالم وعندنا ابطال عالم، فمصر انت من يجي خبير تقول الاتش الاول، تقول تاي كيوكو سونو اتش، تطلع برا ما راح يقول لك اتش الاول، راح يقول لك تاي كيوكو سونو اتش. اللغه الام هي اللغه اللي راح نحكي بيها. فراح من اعطيها عازل حنان بطلة العراق، انا حنان ما امس اعرفكم سنتين بطلة العراق، راح اقول لك تاكيوكو سونو اتش، تقول تاكيوكو سونو اتش اوس. الاوس مالتنا نحاول من ما تجي وننزل نزول بسيط، ابقى على الخصم او على الشومن اماني، ومن انزل انزل شيء بسيط وارجع بالطريقه هذه. ايدي هنا صدري من هنا، دا اشوفهم لابس كلادي، دا اشوف المقابل اجى خير مو اتش. ما نحاول نفتحها اكثر من اللازم ولا انسدها اكثر من اللازم. اتفقنا؟ الرجل شوي للخارج، هي على الفودو داتشي، الوقفة الاستعداد فودو داتشي من هنا، اكو يسمون شيزان تاي او اليوي داتشي، المهم احنا نمشي الفودو داتشي، داتشي يعني وقفة، الفودو داتشي. زين، تاكيوكو سونو اتش، هاي لازم نتمرن عليها، هاي تاكيوكو سونو اتش اوس، نبقى نتمرن عليها 10 مرات 20 مرة 30 مرة، لانها كلش مهمة بالبداية. اول ما نبدأ العب، اول شيء اسوي فوداتش تاكيوكو سونو اتش اوس، راح ابوع باتجاه اليسار، احفظ باتجاه اليسار، اذا وقفت منها باتجاه اليسار، اذا وقفت منها باتجاه اليسار، وقفت منها باتجاه اليسار، زائد 45 الاركان مال الغرف باتجاه اليسار. نحفظ الكاتب اكثر من اتجاه، نلعبها من على اتجاه واحد. اتفقنا؟ زين، اول شيء اسوي بالطريقه هاي راح نجزئ اكثر، ارجع فدات شوي نوري اوكي. من هنا اريد الكاميرا تنتبه على الرجل، من هنا باوع راح انزل بالطريقه هاي على اطراف الاصابع، على اطراف اصابعي وايدي بهالطريقه. ليش؟ لانه ما راح العب بعنف وبقوه وبقوه انفجاريه، ما راح اوقع لا منا ولا منا. نعيد منا، راح اوقف تاكيوكو سونو اتش بوس، وعملنا بهالطريقه هاي الايد اليمين واليسار سويا. احنا كنا مثل ما قلنا بالفيديوهات السابقه يشتغل اليمين واليسار، يعني مو معزول ايزوليتد، مدموج سويا. هذا الجو هذا الجزء راح ياثر لما نسوي حركات حسب قوانين البايوميكانيك. فاحنا بهالطريقه هاي اول حركه اباوع وانزل، اذا نزلت دايركت ممكن توقع تبقى التوازن وبالبطوله راح تخسر، راح تقلل من نقاطك او تطلع من البطوله. دائما الورك هو المسؤول عن القوه، فنحاول الحركه. نظري باوعت منه، مو باوع بالقعر، مو باوع رجلي اليسار، انزل هاي هو قدام برا يمين يسار. اتفقنا؟ تمام، صارت الحركه هاي. رجل اكو خط يفوت بالنص، مو على خط واحد، هاي غلط. زين، اول حركه هاي قدام برا باليسار، هنا يكون قبضه المسافه، هيكتي هيكتي، مشدود الجسم، الرجل تبقى بالبساط، اوكي، ما نشيلها من البساط، ني نطلع ويتسوك. نسوي اياها باتجاه الكاميرا، اوكي، الرجل تبقى بالبساط، هنا الشودان، نحاول البوكس يكون امام فم المعده، اوكي، بهالطريقه هاي، تشوف هنا بهالطريقه هاي، اتفقنا؟ نعيد فداتش تاكيوكو سونو اتش، تاكيوكو سونو اتش اتش لي، ممتاز. نوري، من قلنا وراء الرجل طلعنا بيها نرجع بيها المكان. اول حركتين سويناها طلعنا كيدان براي اوتسوكي، راح نعيدها كيدان براي اوتسوكي، صار من اول اربع حركات هن الاساسي. فداتش تاكيوكو سونو اتش اتش كيدان براي لي اوتسوكي. بهاي الايد وبهاي الرجل راح نرجع نسوي كيدان براي، وهم نسوي اوتسوكي، صار من اربع حركات. سب
شيء اي نو بس انت مول على هالجزئيه وقفت فداج نزلت هاي خفيف للتعلم وراها نشتغل بسرعه نزلت ابقى على مستوى نزول واحد ما يصير منا بعدين نزلت لو نزلت وبعدين صعدت ابقى على مستوى واحد وهذا يكون ثابت انا اشتغل ثابت زين هنا عندي الانتقال اللي راح يصير بها هواي يصير عندنا مشاكل بها شلون ارجع منه من راح ارجع ما راح ارجع هيك لا راح ارجع بذاك الاتجاه الرزق يمين تروح سحبت باوعت على اطراف الاصابع نزلت بهذا الاتجاه اكون مو اليمين هنا تكون رجلك اليمين تكون من هنا يعني هاي من هنا نزلت طلعت رجعت طلعت تشوفون مو على خط واحد وحده منا وحده منا الارجل هذا يكون عندك بالانس رجعت منا طلعت اوتسوكي الايد مقابل فم المعده لا تنسون زين وراها شو راح اسوي قدام براي بهذا الاتجاه هم ارجع نفس التكنيك بوم ثلاث حركات عندك اتش ني الثالثه كيا بليني مسوي لك اياها هنا راح نعيد الحركات قدام براي اوتسوكي قدام براي اوتسوكي قدام براي ارجع المكان اللي بدنا عنده كيا هم نقول قدام براي اوتسوكي قدام براي اوتسوكي ابقى ثابت لحد ما المدرب الناره او يمه ترجع تقول اوس خلصت التالت الاولى اللي هي تايك يوكو سونو اتش تايك يوكو سونو اتش قسم واحد تحفظوها هذا بشكل عام بس حفظوا القدام براي والكاكوسوكي شو او الاوتسوكي العفو شلون طلعا وبعدين احنا راح نفسرها اكثر بالفيديو القادم راح نحاول نبسطها اكثر ونشرح لكم كل تكنيك شلون تحفظوها شلون الشيب او الشكل الهندسي راح تكون الثلاثه حتى ما تنسوها.